بسم الله الرحمن الرحيم. شركة عرب جروب، النهاردة هنجرب الماكينة الديسك ميل. طبعا ديسك ميل عليها موتور 3 حصان. طبعا المكنة بتستخدم في طحن جميع أنواع التوابل، جميع أنواع الحبوب، جميع أنواع البقوليات. بتستخدم برضو في طحن السكر، بتستخدم في طحن أي حاجة بتطحن. يبقى بندور على طول على المكنة اللي هي الإيه؟ الديسك ميل. النهارده هنجرب المكنه ونشغلها. طبعا احنا فتحنا المكنه وبنغير الغربال، لان عندنا عميل طالب ان هو يجرب عليها الحمص والحمص والترمس. فدلوقتي احنا غيرنا الغربال الواسع وهنحط غربال الضيق. قبل ما نكمل الفيديو يا ريت تشتركوا معانا في القناه وتفعلوا زر الجرس. طبعا احنا بنركب الغربال. وادي الغربال ده كده، طلعه كده. ده الغربال اللي هو الفتحات الصغيره، في اصغر من كده ولا في اصغر من كده؟ وطبعا في اصغر من كده، تمام؟ ده عشان الترمس والحمص. كده ركبنا الغربال وهنقفل اهو. طبعا المكنة بنحط الحاجة هنا اهو، وده الشكل من الخلف اهو. مكنة كبيرة. هنبدأ نحط الترمس. لازم شقار، هات كيس من ده. طبعا احنا هنجرب دلوقتي نطحن. طبعا بنحط شكارة اهي. الفكرة الكيس احسن. ماشي، حطينا شكارة اهي. وهنوصل طبعا الكهرباء دلوقتي. طبعا بنوصل مصدر التيار الكهربي. طبعا المكنه بتطحن اي حاجه، في منها احجام اكبر من كده، تمام؟ في احجام اكبر من كده بتبقى عليها موتور 20 حصان. طبعا احنا دلوقتي المكنه شغاله ايه؟ الكوكا شغال. هنبدا نفتح. طبعا المكنة شغالة ايه؟ تبدأ تسحب الترمس. زي ما احنا شايفين اهو. هنغسل التيار الكهربي. وصلنا التيار الكهربي. هنشوف عينة الترمس اللي طالعه. طبعا يعني ايه دي؟ زي ما انتم شايفين اهو بودر. الترمس بقى بودر دي بالظبط اهو. وفي اقل من كده كمان، بس طبعا انا مش عارف يعني ايه يعني بودر. زي ما احنا شايفين اهو، في ايد العميل اهي اللي جاي يستلم المكنه. طبعا في غربال اقل من كده خلاص اهو، ده بتاع القهوه بودر بودر خالص. طبعا انا شايف ان هي يعني الدرجه هي، طبعا العميل شاف الدرجه وعجباه. طبعا طبعا المكنه بيجي معاها اربعه غربال زي ما احنا شايفين كده. احنا جربنا، عملنا تيست على الترمس. وطبعا بتطحن اي حاجه، لو حطينا فيها زلطه تطحنه. يا ريت تشتركوا معانا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير الفيديو. طبعا زي ما قلنا معاها 4 غرابيل، ادي غربال واسع وادي غربال
اوسع اقل منه شويه، وغربال اللي هو في المكنه، وده اقل غربال اللي هو بتاع الايه يعني يا دوبك بتاع القهوه. ده بتاع الايه بتاع القهوه، شركه عرب جروب. يا ريت تشتركوا معانا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو. ادي الترمس اهو مطحون زي دي بالظبط، درجه ناعمه جدا جدا.